الإمام منك اللي هذا بيهقي كتاب شعب الإيمان يحكوك أن قصة عجيب قصة وقصة عن لكن سوى سند بكوري الإمام الأصمعي بالجورنا إمام كي لغوي جها أصمعي بوحوليه دخلت البادية باديها سمري شري اللغة العربية أورورين شري لأن اللغة باديها قدام بيسها ما قال هذا مركي سوق شو اللغة وفساده مركي اللغة العربية حلقة أورورين شري باديها سلقة صور لك عن ما قالوا ينكو قالين مركي رجي اللغة أورورية بكمتيها باديا آدي بالمرك فإذا أنا بعجوز وبين يديها شاة مقتولة صعد كان صعد وحنقصها بحول إسلام دقة أو نف أريعة أو للدلي يدل تاجنته وجرو ذئب مقفى هل كان نوحا يسون صوفا ليه يي إلمه يي ير أو نلدا فأيضون هل كان فريدا بول فنظرت إليه هورتي بانفيري وحنقو يدبول وان فيري بيقول مركان إسلامتي فيري سو تعالى إيو نيف كان ميت كايو يي ذن يرى ماشى فريد وحي مركي أرتنا فيرناي با وحي تيرو يدير يعجبك هذا مي الله يا بنته مركاسا وحي يدير ها والله يا بنته وحن إسا صار المبارك ما قصة كبير قصة هذا محيا هذه إيو نيف كان أريقا إيو يي ذن ير إيو حال كينو محيا سو حجرا مركاسا وحي تيري اعلم أن هذا جرو ذئب قد أخذناه فأدخلناه بيتنا فلما كبر قتل شاتنا بيت يجي صو ير من صوقة والنبي تير وحنو كان النبي تير نف كان أرجع نف كان أرجع وين نوتشين صو ير كان وندو جي وكوكري مركو وين هذه كوريجين وكوكري وكو وين هذه يو نف كي أرجع الناس كي سلون نوتشي وبعمريبا مركا waatay tiri ridiina waatan wa mid asagii ay koriseen wa kan meesha uu taagay oo wuxuu xulay saasway markaas waxa uu yiri aw qulti fi dalika shi'ran wax gabay miyad ka tarisay wa yiri xaaladan markaas ay waxay tiri waxa bali tiri wa yiri markaas waxay tiri baqarta shuwayhatan wa faj'ata qauman wa anta li shatina waladun rabibu qudita bidarriha وربيت فينا فمن أنبأك أن أباك ذيب إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع أدب الأديب بان يويت وعيتري هشان يعني نيفك نجي أرقاها أياد علوشك وشاهدي ودي شيء نجي هنا أرقاك أحباد نجلس نيفك أدي شيء ريدن أدي شينا إذا كوكوري سي وعانيه أديبات كوكورتي وقريق نجات كوبربارتي ولي غاب ماذا أركن يي يي مالي وحكو حنتي ياكو برئينو آبها يي أها آبها يي وحنتي إنو أها هرطي ياكو برئي باري برت مالي يي وحكو حنتي يي مالي كو كورتي ماذا أغي قوري غنات كو كورتي ريدنا عانيه دي عبتي داد كان الله كورتي آبها إنو يي أها ياكو برئي باري برت مركزا وحي تيري هدي دباعادو دباعاد حن أيته سيكستو اللوي إدبيو أنفيع ميسو madonaysa inaad ka mid noqoto warbaahinta nolosha islaamka isla markaana aad hesho muhaadaradii iyo waliba barnaamijyada diin iyo aakhiradaada ku xasuusinaya warbaahinta nolosha islaamku waa warbaahin ka shaqeysa arrimaha tacwada isla markaana leh adeegyada baraha bulshada moobilkaaga gacanta aad kala socon doonta warbaahinta nolosha islaamka fadlan ka mid noqo warbaahinta nolosha islaamka hadaba waxaad ku xinnaata adeegyada baraha bulshada sida facebook tiktok twitter youtube Instagram-ka.